سلام الله عليكم، إن شاء الله راكم كامل بخير. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مرحبا بكم البنات في هذا القاطو تاع نهار اليوم اللي بنين بنين بنين، على قد ما نقولكم بنين ما تتوقعوش هذيك البنة اللي فيه. صلوا سلموا كامل على رسول الله، ونبداو مع بعض في وصفتنا، وصفة حصري بنينة بزاف إن شاء الله تعجبكم. بسم الله نبداو مع بعض. مقادير بسيطة، بنين بزاف هاد القاطو. أنا حرت في الأسم ديالو، إن شاء الله أنتم تخلوا لي كاش أسم اللي نسميه هاد القاطو. أول حاجة عندي حبة تاع بيض، عندي هنايا زوج ملاعق كبار تاع السكر العادي. حتى مقادير بسيطة جدا ولكن الذوق أكثر من رائع. عندي نص معلقة صغيرة تاع ملح، ضروري الملح ما يكونش كمية صغيرة كيما لي صابلي، لا لا، مغرفة هذيك اللي نحركو بها السكر في القهوة حليب حطوا نص منها. عندي لافاني، عندي نص كاس تاع زيت، ونخلط. بالنسبة للحليب عادي بدرجة حرارة الغرفة، ما ديروش برك بارد من الفريجيدار. الحليب زايد شوية على الزيت، الزيت نص، الحليب شوية أكثر على النص، ونحرك هكذا تخليطة خفيفة فقط. قطو ساهل ماهل، يوجد فيه وقفة وبزاف بنين. هنا أنا حنبدأ نجمع في هذا الخليط بالفارينة. أنا راح أستخدم فارينة عمور، حطيت الكأس الأول، رايح نزيد الثاني. انا اخذ لي هنايا ثلث كيسان وربع هكذا. دوك نبدا نجمع مع اضافه نص كيس تاع خميره الحلويات. هذا هو الكيس تاع الخميره، رايح نفتحه ونحط النص منه هكذا. قسمتو على اثنين، نخليه الوصفة واحدة اخرى، ونكمل هنا باش نجمع العجينة حتى نتحصل على عجينة تكون طرية، ما تكونش طرية بزاف بزاف مرخية، وما تكونش يعني مكدسة ويابسة، تكون متوسطة. جبت الكاس الثالث وراني نجمع. دوك نكمل الكاس الثالث ونزيد الربع باش تنجمع لي العجينة ونتحصل على عجينة تكون شابة وطرية. هاد القاطو رايح نقربكم شويه من الذوق تاعو. الذوق تاعو يشبه شويه البقلاوه لي سيجار، عنده يعني مزيج بين هذا الزوج اذواق، صدقوني رائع. هاني تحصلت على عجينه خلاص، نحطها بجيه ونجوزو للحشوه. بالنسبه للحشوه عندي كاس معمر مليح تاع كاوكاو محمص ومرحي رقيق، درت كاوكاو بالقشور. هنا عندي ثلث مغارف كبار تاع سكر حبيبات، لافاني، ونجي هنايا نجمعهم بالماء الزهر. رايحة نجيب ماء زهر، نبدا نحط بالعقل ونعجن. ضروري نتحصل على عقدة طرية، يعني باش نتحصلوا على عقدة طرية ومعسلة لازم في الأول نطروها ونعجنوها مليح مليح باليد باش السكر هذا كيذوب ويمد كل عسل للداخل هكذا. راكو تشوفوا فيا راني نعجن مليح في العقدة. خلاص هنايا تحصلت على عقدة طرية، معليش حتى ولا جاتكم شويه زايده في ماء الزهر عادي، خير من اللي تجيكم ناشفه. من بعد يشرب الكاوكاو من البقوليات ما راهش من المكسرات، على هذه يتنفخ. العجينه قسمتها كريات صغار، نبدا نخدم. حطيت شويه تاع فرينه على طاوله العمل، رشه خفيفه فقط اذا حسيتوا العجينه تلصق، ونفتحوها بالحلال، ما ديروهاش خشينه بزاف، تكون متوسطه كيما نفتحوا عجينه الصابلي. وهنا جبت هذا الطابع باش نخدم به. راني وريت لكم هذا يجي مع تاع لي سوفلي، واحد صغير واحد كبير، واحد خاص بالقاطو وواحد خاص ب
بلي سوفلي، الا ما عندكمش عادي رايحه نعطيكم الطريقه كيفاش تخدموا بلا بيه. هاي ليك العقده، شوفوا كفا ولات لي معسله وطريه. نجي نحط كميه ونغلق، نحي الزايد هذاك، هذا الزايد من بعد نعجنه ونعاود نخدم به حبه عكاطو عادي. نزيد لكم واحده اخرى والبنات نقول لكم هذا الكاطو كما كنت قلت لكم من الاول، هو يعني الذوق تاعو يشبه للبقلاوه ويشبه للسيجار، يعني عنده ذوق رائع. نزيد نكمل كامل بنفس الطريقه ونزيد ندير لكم حبه واحده اخرى باليد. هكذا نحيها وتكون معنا واجده. برك هاد المول ولا الطابع ولا هذا يجيب لنا الحبات كامل كيف كيف. بالنسبه اللي رايحين نخدموها باليد، فتحتها بنفس الطريقه، نحط لها كميه تاع عقده ونجي هنايا نغلقها مليح، ضروري تغلقوها مليح، غلقوها مليح ونحي لها الزايد بالجرار باش تنتحفلي. هاي ليك ما كانش فرق بينها وبين الحبه الاخرى. نجول للطياب تاع هذا الكاطو. انا حطيت زيت تسخن على نار متوسطه، ما تقووش بزاف على النار، خلوها متوسطه. ونبدا نحط في هذا الكاطو عادي باش نقليه، وهذا هو سر البنه. ما تقولوليش في التعليقات الله يحفظكم نديروه في الفرن، ما عندوش علاقه مع الفرن، يعني مضارين نديرو وصفات في الفرن. هذه المره نبدلو شويه، ما نبقاوش غير في لي صابلي وفي نفس الذوق نعاودوه دائما، هكا نديرو وصفات جدد يكونوا بنان. ومن الجهه اللي من هي راني موجده عسل، هاد العسل شديته ذوبته ودرت له شويه تاع مزهر، يعني دفيته برك في الكسرونه وحطيت له حوالي 5 مغارف تاع مزهر. ما ديروش هكاك عاقد من العلبه اللي يجي فيها، يجي عاقد بزاف، خفوه بشويه مزهر بصح ما تكثرولوش حتى يولي ما. وهنايا نجي نقلب هاد الكاطو، نقلبه قبل ما يتحمر لي مليح مليح، يعني كي يبدا يصفر بهذه الطريقه نقلبه، ما تزيدولوش بزاف على النار تحرقوه من برا وما يطيب لكمش من الداخل، النار تكون متوسطه. شوفوا ما شاء الله كيفاش يتنفخ ويجي خفيف ومهوي، يجي عنده هذيك القرمشه من برا مع العسل والمزهر والعقده هذيك الداخل، يعني روعه. كي تحمر لي وطاب لي مليح نحيه ونحطه مباشره هكاك سخون في العسل. نزيد نقلي كامل الكميه اللي بقات لي بنفس الطريقه، وهذا يعني نحبطه مليح في العسل باش يشرب. على بالكم يعني ما درناش السكر، فقط يعني 2 ملاعق صغار في العجينه، هذوك باش يعطوني الحموريه برك. وهنا الكاطو كان واجد. انا ماشي هذه هي كامل الكميه، كنت حطيت شويه لوليداتي كلاوه، هذا اللي بقى لي رايحه نزينه معاكم. انا حنزيد له شويه برك تاع عسل باش يعطيني هذيك اللمعه، وللتزيين رايحه ندير له شويه تاع جلجلان محمص، هذا يزيد ذوق وبنه. بالنسبه للبنات اللي ماوش يوصلهم جديد ولا ماوش يوصلهم الاشعار كي نحط الفيديوهات، نقول لكم اذا فاتوكم الوصفات ما عليكم غير تروحوا تجربوهم وتروحوا تشوفوهم. انا كنت درت ديجا من قبل رز رائع بدون لحوم، درت وصفه بالشي فلور، كانت تعليقاتكم الحمد لله كامل ايجابيه اللي جربتوه، مام الرز كامل عجبكم وخليتوا لي تعليقات. ماذا بيا اللي مازال ما شافتش الفيديوهات السابقه تروح تشوفهم. انا هنا رايحه نقسم لكم حبه الكاطو باش تشوفوها، تشوفوا هذيك العقده كيفاش تجي لداخل طريه ومعسله، والكاطو هذا صدقوني اكثر من رائع. نتمنى في التعليقات تخلوا لي اسم، تختاروا لي اسم لهذه الوصفه.
يلا البنات لي مازال ما حطتش الجام، نقولها دايما في اخر فيديو، ربي يساعدك يفرحك يهنيك، جام للفيديو، اشتراك القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نأكد لكم على البنة والذوق في هذه الوصفة. سلام عليكم.